بنحب سلطة السيزر، بناكلها في المطاعم، بندفع فيها رقم غير منطقي إطلاقا، وهي يعني أرخص من كده بكتير في التكلفة. فعملناها، عملنا صوص السيزر وتكلفته معقولة جدا، وعملناه مع بعض في الحلقة بتاعة الصوصات، وهنعمل منه دلوقتي مكرونة صوص سيزر، أو مكرونة أو سلطة مكرونة بالسيزر صوص جميلة جدا. هنحتاج صدر فرخة مشوي، عايزين تزودوا 2 3 براحتكم، عايزين تحطوا تركي مدخن، مش عايزين تحطوا لحوم خالص، كله يمشي مفيش مشكلة. كيس مكرونة بينا مسلوقة، وكوباية ذرة حلوة، وكوباية طماطم تشيري، ممكن تتعوض بطماطم عادية متقطعة قطع صغيرة، كوبايتين من الزيتون الأسود الشرايح، وصوص سيزر وملح وفلفل أسود، وكل أمورنا تمام جدا وزي الفل، ونبدأ على طول. يلا بينا، هحط المكرونة، الذرة، الطماطم، الزيتون، هجيب صوص السيزر، استنوا الموضوع محتاج سباتشولا عشان ننزل كل نقطة منه، متسيبش حاجة. خدنا كل اللي في البولة، وانا هحط، بصوا محوشة على جنب ايه، مية سلق المكرونة. ليه؟ عشان اخف بيها شوية الصوص، فيبقى زي دريسنج للمكرونة. ويلا بينا نقلب. خلصت يا جماعة، بقت جاهزة طبعا، عشان احنا خفينا الصوص، فالمكرونة هتشربه وهتبقى عايمة فيه كده، بس ما بنخفوش، ما نخلوش ميه يعني، لا، بس مجرد انه يتقلب معانا بسهوله. تقليبه حلوه يا حلوين، وانا سايبه الفراخ هحطها على الوش، ممكن طبعا تقطعوها وتخلوها وسط المكرونه لو انتوا عايزين، بس انا فضلت انها تبقى على الوش كده، ايه، ظاهره وشكلها حلو. عايزه ادوق اشوف، انا مش متاكده هي محتاجه ملح ولا لا، فهدوق. ايه الطعمه دي، حلوه قوي، مش محتاجه ملح خالص، الزيتون ظبط. يلا بينا طبق تقديم، فينك اهو، بدور بدور، وهنقوم صابين فيه المكرونة. مكرونات الباردة دي من وجباتي المفضلة، جميلة خفيفة سريعة، وكم نكهة مش طبيعية، وبتتعمل يعني ينفع اعملها باقل تكلفة. يعني لو عايزة اقول لكم، لو حطيت لها شوية مستردة عليها زيت زيتون وعسل وملح وفلفل وعصرة ليمون كده، اعمل لها دريسنج زي الفل، وما كلفنيش حاجة تسكر، فانا بحبها قوي عشان كده، تطلع منها نكهات جميلة من غير ما اضطر استخدم بقى كريمه وجبن وصوصات ومعرفش ايه، مش ضروري. وادي المكرونه، تنفع عشاء تنفع غدا زي ما انتوا عايزين. الفراخ مقطعينها كده شرايح، هنوزعها على الوش. لا ورك ايه، ورك ايه، لا لا لا،